مدينة الرستان 17/2/2013 آثار الدمار والقصف اليومي والمتكرر على مدينة الرستان وعلى هذا المنزل الذي دمر بشكل كامل، حتى خزانات المياه لم تسلم. أسلاك الكهرباء أيضا مقطعة، ومدينة الرستان مقطوع عنها الكهرباء منذ حوالي سنة. حصار على المدينة كما نسمع إطلاق النار والقصف بشكل يومي يستهدف كل شيء في مدينة الرستان. الله أكبر، هذا المنزل أيضا مدمر. أحياء بالكامل قد خربت، وشوارع لا تصلح حتى للسير. مدينة الرستان وهذا الحي المهجور من السكان 17/2013.